اول حاجه ان شاء الله يا حمل في تطور مادي، الدنيا هتريح كده بقى ان شاء الله، والحاله الماديه هتظبط شويه، وهنبتدي بقى عندنا شويه امان من الحاله الماديه. كويس، في عجله حظ كمان باذن الله. الحظ هيدور، اما انت هتبتدي بيزنس، اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعه now is the time، الوقت كويس جدا جدا. عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني ايا كان، في عجله حظ عندك والدنيا العجله دايره دايره ان شاء الله، في تيسير في الامور، الدنيا باذن الله فيها تسهيل، فيها تسهيل متيسره. عندنا Queen of Wands في قياده بقى شويه دلوقتي يا حمل، قائد في مجالك، في المكان اللي انت فيه، يعني لو انت بتشتغل في شغل قدمت مثلا، فبقالك لا بقى ليك بوزيشن كده، فان الناس انت بقوا تابعين ليك، مش شرط على فكره تكون وصلت لمرحله ان انت مدير او حد انت فوق حد، بس بخبرتك واقدميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكارت ده كمان بيديني بقى رساله تانية خالص غير الموجوده في الكتاب ده. يا حمل انت عندك العقل وعندك المشاعر، الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر ده، والقطه الحلوه اللي قاعده قدامك دي شخص منك، شخص منك، شخص قريب منك جدا، بيحميك، واقف قدامك حارس، يصد عنك ويمنع عنك اي اذى. انت عندك حمايه، واضح ان عندك حمايه من شخص انت عزيز عليه جدا. في كمان كارت مش لطيف، الناس اللي مش شاكين ان ممكن يكون في علاقه ثلاثيه في حياتهم سواء هم او شريكهم، دي طاقه علاقه ثلاثيه. بليز كانكم ما سمعتوش حاجه، الكارت ده بيبقى معناه الاحتفال. كويس، احتفال بشيء معين، بس انا برضو مايله ان هو مش احتفال، دي في حد في عنده علاقه ثالثه. هفصلكم الموضوع اكتر، مش شرط تكون العلاقه قامت بالفعل، ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني، حمل يفكر في شخص تاني غير اللي معاه، وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني، او ممكن يكون في علاقه مع حد تاني. الصوت، طيب ترتب عليه هنا بعد، انا شايفه هنا فراق بعد مرحله من المعافره والخناق والدفاع عن النفس او المنافسه، في حاله منافسه شديده، في حاله توتر بالنسبه للموضوع ده. بس انا عايزه اطمنكم ان الموضوع هيهدى، يعني الميه اللي بتتحرك كتير، في اكشن كده كان حاصل، الميه اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبتدي تهدى. بنبتدي نبعد عن الميه اللي بتتحرك بسرعه دي ورايحين لميه هاديه. يعني انت ان شاء الله عديت بمرحله او هتعدي بمرحله فيها شويه نزاعات وشويه ميرسي يا لولي، فيها شويه اكشن ويعني فيها شويه احداث متتاليه بسرعه جدا، ورايح لمكان اهدى ان شاء الله. في ناس بتقول الصوت وحش وفي ناس بتقول الصوت حلو، كلامك والله صح وانا بحب ده. ميرسي يا فاطمه. طب طالما بتقول الصوت كويس، اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه يخرج ويدخل تاني. طيب شايفه حاله انعزال او حاله انسحاب من الحمل، قرر ان هو ينسحب بناء على حاله التوتر اللي هو فيها دي، قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفه ليه الدنيا ابتدت تقلب معايا دلوقتي لحاجه تانية خالص. شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم مش صح. ليه؟ شايفه شريك بيحب، شخص بيحب، بيقدم لك شيء، بيحبك بجد، دي مشاعر حقيقيه، المشاعر دي مشاعر حقيقيه. ركز كده يا حمل، يمكن تكون اتسرعت وما كانش في علاقه ثلاثيه او حاجه، يمكن يكون دي مجرد اوهام في دماغك. هنشوف دلوقتي هياكدها لي الحاله العاطفيه، هنشوف. بس خلينا نتكلم في المجمل،
الحاله الصحيه للحمل ان شاء الله كويسه، باين عليها كويسه جدا، في تطور مادي زي ما قلنا، في عجله حظ بتدور، في تيسير في الامور، الدنيا ان شاء الله هتبقى اكتر مرونه، شايفه قياده وشايفه عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواق، وشايفه هنا كمان حد بيحميك واقف قدامك حارس، شايفه طاقه علاقه ثلاثيه يعني نتج عنها حاله صراع وخناقه كبيره جدا، شايفه حاله انسحاب وتفكير بتمعن، بتفكر لوحدك، عايز تفكر لوحدك، عايز تنعزل عن العالم يعني عن اللي حواليك، مش عايز تكون مع حد. هيتاكد لي القرايه اللي انا شفتها دي اذا كانت صح ولا لا، وانت فعلا اسأت الحكم او ظلمت شريكك ولا لا، هيبان. بس انا شايفه ان الشريك بيحبك، الحمل دلوقتي اللي مع شريكه، شريكه بيحبه. Page of Cups. بالنسبة للناس السنجل، الناس السنجل دي مشاعر جديدة، اوكي، مشاعر جديدة، مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي بتبقى مرهفة دي، الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر ده بإذن الله في مشاعر جديدة. شايفه فراق، بس ده مش طبعا ما اعتقدش ان حد، مش بالسرعه دي ان يحصل الفراق ده. في فراق، في بعد، بس البعد ده لمصلحتك يا حمل، بس الدنيا شكلها هتهدى، في ميه هاديه باذن الله هتعدي بيها. دي القراءه اللي انا شايفاها، انا مش قادره استنى وعايزه اشوف القراءه العاطفيه اخبارها ايه عشان اعرف اللي انا شوفته ده مظبوط ولا لا. تمام، اللي هيسالني في سفر ولا لا الحمل، انا مشوفتش كارت سفر الشهر ده. الحاله الصحيه كويسه والحاله الماديه ان شاء الله في تطور. ان شاء الله عشان ايه يا نهد بعد الشر عليك يا حبيبتي. الصوت لو سمحتي ماله يا بابينا، الصوت كويس على فكره يا جماعه، هنصوت الابراج دي يا جماعه بعد لما نخلص اللايف النهارده، هنبتدي تصويت الشهر الجديد والابراج الجديده. اوكي، مفيش صوت. طب يا جماعه اللي عنده مشكله في الصوت ممكن يجرب يدخل يخرج من اللايف ويدخل تاني. تمام، اوكي. الصوت حلو وواضح، اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عنده مشكله. ميرسي ياسمين، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو، اهي منكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله الدنيا حلوه جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل، الناس اللي قالوا صح جدا، اللي شاكين في علاقه ثلاثيه او ان شريكهم بيخونهم، انت تسرعت يا حمل، الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هياش علاقه بالمفهوم اللي اعتبرها هفوه، غلطه يعني، انت اللي في القلب، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون غلطه حصلت، لكن ما هيش علاقة يعني، علاقة لا، هي ما وصلتش للمرحلة دي، ممكن تكون هفوة. لاني شايفة الطاقة كويسة جدا، الطاقة اسرة سعيدة، الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام، قاعد وبتطلق احكام يعني بالراحة عليه شوية يا حمل، لان واضح ان انت تسرعت فعلا، اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي؟ انت شايفه حبيب، رجوع شخص
حبيب يعني بتحبه، شخص عزيز عليك جدا، شخص قريب لقلبك، الطاقة حلوة، اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة، هنبتدي فرص جديدة، لعلي أكون سبب إنه السوء التفاهم أو الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي، هنبتدي ندي فرص إن شاء الله لبعض وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو إزاي، تسمعوا خبر حلو وفي شمس بتطلع، نجاح العلاقة بإذن الله ناجحة وفيها سعادة وفيها أمان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. فهنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل إنها حفوة، يعني عديها عديها، مش مقصود بيها خيانة ومش مقصود بيها إنه يبعد عنك خالص، لا الشريك، لا الشريك بيحبك 100%. طيب تعالوا نشوف تعالوا نشوف المجموعة الثانية. وولاء بليز حبيبتي اختار لنا بقى بنوتة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بص يا منة، ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها البعض، ممكن تكون قديمة، احتمال. مرسي يا سحر قوي قوي، تسلميلي يا روحي، بإذن الله ميك اب ارتست زوزو، كلامك صح قوي، بشكرك يا ام خالد، حاج محمد تسلميلي بشكرك، بإذن الله بإذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل سارة، لو انت سنجل انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الشهر ده، في شخص هيظهر ان شاء الله او يعني الفترة اللي جاية دي. تمام، بشكرك جدا يا وائل، شكرا شكرا يا سامي، يا ربنا يخليكي، روعة، ايه الكلام الحلو ده، تسلميلي. طيب يلا نشوف بقى المجموعة التانية. بسم الله